ومومتها، لأنه صعب هذا الوصف، هو إحساس قد ما حكيت عنه بالكلام لا يفسر. أكيد كل أم عم تسمع اليوم هذا الحديث تعرف شو يعني، والأم قصدي الأكبر مني والجدة، ونحن الجيل اللي بنكون عنا كمان أولاد، فهي علاقة استثنائية بالنسبة لإلي، هي سبب الحياة. مايا دياب هي زادة فنانة مواطنة لبنانية، كانت تقريبا أول شخصية فنية ترد بقوة على رغبة فضل شاكر اللي يحب يرجع لحياته الطبيعية في وقت برشا اختاروا السكوت وإلا الوشوشة. أنا بالنسبة لإلي هو كفنان غير موجود، وبيصعب علي أقول هيدا الموضوع، وكتير صعب إنه يفكر إنه هو كل الناس ممكن تنسى اللي صار. أنا إنسانة لبنانية عانيت ببلدي، خلقت بالحرب، وصلنا للي نحنا فيه، ما وقفت الحرب عنا ولا يوم. بعتقد عنا جيشنا نفتخر فيه ومنحبه، ولما يمس بجيشنا من أي طرف من أطراف العالم ما بنسمح، مثل ما أنت تونسي اليوم إذا أي حدا بمس بجيشك وببلدك ما رح تسمح له، فكيف إذا كان أحد الأشخاص اللي جايين اليوم يضحكوا على عقلك ويخبروك أنه كل اللي مرق كأنه اللي فات مات، بالنسبة لمين؟ بالنسبة لإلي رأيي واضح جداً ولن يتغير. هذا شاب مصري اسمه إسلام يكن، منضم لداعش، عمل تغريد على تويتر يتمنى هداية مايا لجهاد النكاح. مايا يقول جسمها لونه حلو برشا، ربي يبارك فيها ويهديها لجهاد النكاح. الشاب المصري 33 سنة، من هاوي لرياضة كمال الأجسام إلى تنظيم داعش، معروف بقطع الرؤوس، حكاية تقلق مايا دياب أكثر من اللي تضحكها. شو ما عملت بالموضوع ما فيك تتعامل معه، لأنه لما يكونوا ناس منو الناس بالنسبة لإلي، لأنه الإنسان بالنسبة لإلي بيوقف على حدود معينة وهي حياة الآخر وعقل معين بيوقفه. لما بيكون بيتخطى هذا الموضوع ومنه موجود بقى بحياته، بعتقد أنت منك عم تتعاطى مع فئة من الناس، فالموضوع أبداً ما بيضحك، والموضوع كتير بيوجع، وشو ما صار لإلي شخصياً ما رح أعتبره شخصي. هذا موضوع يسود العالم العربي اليوم، كل بلد ببلده، وعم نحكي من أقصى المغرب لآخر الخليج، فبعتقد أنه حتى ما بحب أقول اسمه لهيدا الدرجة يعني للأسف. مايا دياب ملامح مثيرة، جسم متناسق، تنجح باش تولي علامة فارقة تتهافت عليها أهم شركات الدعاية، المكياج، الشعر، الملابس. هي ما تقلقش أنها تكون على غلاف المجلات ونجمة الومضات الإعلانية، حرص دائم على التميز خليها واحدة من النجمات المهمات في العالم العربي. وجوه فنية ومشاهير مختصين في الموضة والأناقة تلموا عشية السبت في افتتاح أتوليه للمصمم التونسي مهدي قلال، شاب يخدم على تصاميم متنوعة فيها برشا ذوق. الحاجة الباهية اللي آخر كوليكسيون هي فساتين مستلهمة من التراث بالأساس،